في حد ينسى ان عنده اخ توأم؟ انت هتستعبط؟ بتقول حاجه يا فخر؟ بتعمل ايه يا فخر؟ بعمل ايه؟ ما الراجل قال البيت بيتنا والمطرح مطرحنا. ده عنده نيوتيلا في التلاجه. اخوك التوأم اللي انا معرفش عنه حاجه. ها؟ يا ريتاج يا ريتاج، ده موضوع قديم قوي. اصل انا وسيف جينا في خلفه مميزه جدا. خلفه؟ ايوه، احنا كنا دكرين ونتايه، النتايه ماتت، وبعدين جه راجل غني جدا وكان عايز يشتري سيف. وابوك باعه؟ عادي يعني، فيها ايه؟ الراجل كان مزنوق في قرشين. ايه هي خلفه الابرادور؟ لا، انا ابويا كان عنده وجهه نظر في الموضوع. عنده اتنين نفس الشكل، هيعمل بيهم ايه؟ لا نبيه جدا ما شاء الله. وباعكش انت ليه؟ لا، هو الراجل الغني ما رضيش يشتريني انا، لان انا كنت نازل ضعيف جدا، كنت نازل نص الفوقاني بس، ما كانش فيه نص تحتاني، فحطوني في الحضانه 6 شهور لحد ما كملت بقى. بس يا سيد ابوس، ايدك اسكت، ايه القرف ده؟